حلم يلي يعني أنا كل سنة بتمناه بأنه الطلاب يلي علامات كاملة بالجلاء بالكذا يكونوا من المسجلين عندي، هذا فخر لإلي. هذا الحلم على مستوى طلابي. اسمي نور الهدى حلواني، خريجة شريعة من دمشق. كان إلي تجربة سابقة بتعليم الأجانب غير الناطقين اللغة العربية، فكان هاي التجربة أكسبتني بأنه المتعلم الجديد للغة شو الأشياء اللي لازم نركز عليها. هي المبادرة كانت بهاتاي، بحكم أنه بهاتاي يعني ممكن نحن بنعرف وضع السوريين هون، كلهم عمالة، كلهم على الأد، يعني الوضع بجنوب تركيا ممكن مختلف عن كل تركيا، فصعب. يعني أنا إذا حد قد ما حطيت القصص، الأب لثلاث أطفال بده يحط 600-700، طب كيف وهو أصلاً يعني عم يقبض 2000-3، يعني هاي كله، وفي ناس أقل حتى. فوضع الأيتام هون، وضع الأرامل هون، وضع الشوارع، يعني بتطلع بتقول أنه لازم نقدم شيء، يعني بأنطاكيا بالذات. طبعا الطلاب بالمدارس التركية سنتين منقطعين، هيك يعتبر منقطعين عن الدراسة. فأنا الطالب يلي صف سادس معلوماته صف رابع، الوضع جدا سيء. يعني قبل هدول السنتين كان لا مشي الحال، سنتين مشي حال الطلاب، بعد هدول السنتين كتير المستوى، إن كان بالمحادثة بالقراءة، يعني عندي ثالث ربع نهائي ما في قراءة، ما بيعرف يكتب. فهيك بهالشكل استقبلناهم طبعا بشكل مجاني تماما. رح يكون في شروط لبعض الصفوف يلي هي حساسة، بأنه فحوصتنا قدش لازم يكون فيها كذا بهالشكل. أما باقي الصفوف لا، المسجلين حاليا إذا يعني لمسنا منهم أنه في اهتمام، في حرص من الأهل، في يعني بالاختبارات، فهون إن شاء الله مستمرين هيك بهالشكل. حاليا طبعا المسجلين 600 طالب، يلي عم يستنوا هنن 1000 طالب، أنه بيستنوا شو بده يصير، أنه سحب طالب، طالب ما قدر يداوم، واحد سافر، يعني بهالشكل هذا. هلأ دائما الشيء المجاني حقيقة يزهد فيه، أنه مجاني فيعني بيكون أول كلمة لما كان اجتماع الكادر بالمركز، أنه هاد بده يكون أفضل من ما قدمنا سابقا، بده يكون في تنظيم، في دقة، في حتى ساعة الأستاذ وقت بده يفوت بده يكون يعني الطالب يضبط ساعته عليها. فتماما كان هذا الشيء أنا خايفة منه، بأنه أنا نفسي أنه يكون ما في هذا الاهتمام مثل المأجور. بفضل الله تعالى يعني إن كان المشرفة هون، إن كان الكادر، إن كان كله مدرب بشكل جدا عالي، بأنه لا الأجر ما هو المهم، وقت منشوف طالب تميز هي الفرحة.